الحل الوحيد لحل أزمة الدولار في مصر بعد الزخم الكبير اللي شهدته أسواق الذهب ودولار السوق السوداء خلال الأيام اللي فاتت، خصوصاً بعد إعلان وكالة مودز وضع تصنيف الائتمان السيادي لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة 3 شهور إضافية. كل الناس بتسأل إمتى أزمة الدولار تخلص وإيه الحل لموضوع نقص العملة الأجنبية، وهل الحل فعلاً في تخفيض قيمة الجنيه ولا في حلول تانية ممكن تساعد على الخروج من عنق الزجاجة. وزي ما احنا عارفين، وكالة مودز وضعت تصنيف الائتمان السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة 3 شهور في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال السنتين. مودز قالت في بيانها أن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي زي ما هو واضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاع الغذاء والطاقة، وقالت كمان أن ده بيزيد من احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وده هينتج عنه زيادة التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل، وده رغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي. وأكد معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية إن مصر غير مستعدة حالياً لتعويم الجنيه لأن الإجراء ده بيحتاج لوفرة من الدولار الأمريكي، ولو الدولة نجحت في تدبير وفرة من الدولار لتغطية كافة الطلبات الدولارية هيكون من السهل عليها في الحالة دي تنفيذ عملية التعويم بسعر أعلى من السوق الموازية لاستيعابها وتوحيد سعر الدولار. الشهيدي كمان قال إن في فرق بين التخفيض المتوقع للجنيه أو تعويمه بشكل كامل، وقال إن مصر مش جاهزة حاليا للتعويم الجنيه بصورته الكاملة، وتوقع الشهيد تخفيض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بجانب تطبيق مبدأ سعر الصرف المرن، لكنه قال إن الخفض هيتم بشكل تدريجي وبشكل ما يأثرش على السلامة الاجتماعية على أن يتم تقريب الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية. وخلينا نقول لحضراتكم أن الشهيد أكد في تصريحاته أن التحرك البطيء لسعر صرف الجنيه المصري غير مفيد ومش هيحقق الوفرة الدولارية، وأن مصر مطالبة بالسعي لبيع المزيد من الأصول بشكل مكثف لتحقيق حصيلة كبيرة من الدولار بتستطيع من خلالها إجراء التعويم الكامل للجنيه، وأن ده الحل النهائي والوحيد لمشكلة وجود سعرين للدولار في مصر. بانكير نبض البنوك.